مساء الخير يا ابطال الصف الثالث المتوسط، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. انتم متعودين علي دائما اطبلكم بالموضوع بدون مقدمات وبدون اي شيء. اليوم وصلنا الى احنا حكينا عن السؤال الثالث، قلنا بفرع اي وبي وسي ودي. اليوم وصلنا الى فرع الدي. شنو هذا فرع الدي؟ وين نلقاه؟ راح نلقاه بالسؤال الثالث. هذا مو السؤال الثالث، عندكم في بفرع اي وبي وسي ودي. فرع الدي يقول لك punctuation يعني تنقيط. rewrite the sentence، أعد كتابة الجملة. the sentence below يعني هاي اللي بالأسفل. using the correct capital letters، مستخدما الكابيتال letters الصحيحة. and punctuation marks، وعلامات الترقيم. يعني راح تسوي الحرف الصغير، تشوف وين تستخدم الحرف الكبير وين تخلي نقطة أو علامة استفهام أو فارزة. فوين نلقى؟ بالسؤال الثالث فرع دي. مو هاي الجملة اللي مكتوبة بخط غليظ، لا، هاي اللي جواها علي and أحمد are from England، هي هاي اللي راح تنقطوها أنتو. زين، نجي إلى أول شيء، قاعدة استخدام الحرف الكبير. إحنا اللغة الإنجليزية بشكل عام تكتب بحروف صغيرة، يعني اللغة الإنجليزية بشكل عام تكتب بشنو؟ بحروف صغيرة. لكن أكو بعض الاستثناءات اللي تكتب بها اللغة الإنجليزية بداية الكلمة تكتب بحرف كبير. شنو هاي الاستثناءات؟ الاستثناءات هي كالآتي: أولاً مع أسماء الأشخاص، يعني إذا لقينا اسم شخص لازم أول حرف من عنده شو يكتب بحرف كبير، حتى سواء كان بداية الجملة، بمنتصف الجملة، بنهاية الجملة، مدام اسم علم اسم شخص لازم يكتب بحرف كبير. بعد شنو عندنا الأشياء اللي تكتب بحرف كبير بدايتها أول حرف منها؟ الأشهر، مثلا January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December، هاي كلها لازم تكتب بحرف كبير. أيام الأسبوع، أيام الأسبوع أيضا لازم تكتب بحرف كبير، مثلا Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday، هاي كلها لازم تكتب بحرف كبير. زين، بعد عندنا مثلا اسماء الدول، اسماء الدول هسه مثلا لقيت اسماء دول، مثلا العراق، مثلا جابان، مثلا تركي، مثلا تشاينا، مثلا سبين، هاي كلها أسماء دول لازم تكتب شنو؟ تكتب بحرف كبير. مثلا المدن، أقول مثلا بغداد، بغداد اسم مدينة لازم يكتب بحرف كبير. أقول مثلا لندن اسم مدينة لازم يكتب بحرف كبير. أقول مثلا باريس اسم مدينة لازم يكتب بحرف كبير. فأسماء المدن لازم تكتب أيضا بحرف كبير. عندنا أيضا مثلا بعد أسماء الأنهر، مثلا تيغريس، أو مثلا نايل، the river Nile، نهر النيل، وآخره، هاي الأنهر أيضا تكتب بحرف كبير. وحتى الأعياد، مثلا الـ New Year's Eve، هذا أيضا يكتب بحرف كبير، لازم يكتب بحرف كبير. الأعياد الإيستر مثلا، إيستر أيضا تكتب بحرف كبير. وايضا فالنتاينز داي مثلا يكتب بحرف كبير، بس ذي نادرات يعني ما يجن هواي، بس العطل بشكل عام لازم تكتب بحرف كبير. بعد شنو عندنا يكتب بحرف كبير؟ عندنا حرف الاي، وين ما تلقاه بالجمله لازم يكتب بحرف كبير، هذا حرف الاي، بس بشرط يكون وحده، يعني مو صاير ضمن جمله، لا لا، يعني هسه مثلا من اكتب كلمه تايم، هاي التايم بها اي، بس هاي الاي ضمن الكلمه، مو اسويها حرف كبير، لا. بس إذا كانت مثلاً علي and I went، عفواً went to Egypt، هسه هنا الآي مكتوبة وحدها مو ضمن كلمة، فلازم هنا لما أكتبها شو تصير؟ تصير حرف كبير إذا وحدها، مو ضمن الكلمة، إذا ضمن الكلمة ما يصير، إلا إذا وحدها، هنا بمعنى الضمير بمعنى أنا. زين، بداية الجملة،
أول حرف بالجملة، يعني الكلمة الأولى بالجملة، بداية الجملة لازم أيضا تكتب بحرف كبير أيا كانت، سواء كانت جملة مثبتة منفية استفهامية، لازم بدايتها شنو حرف كبير. أيضا عندنا الألقاب التشريفية، مثلا مستر، مسز، مس، والسر، وأيضا عندنا مثلا المس أيضا تكتب بحرف كبير. هاي الألقاب التشريفية كلها تكتب بحرف كبير. هنا احنا ماخذين مثال علي and I will go to Egypt to see the river Nile next September. هنا علي بداية جملة كتبناه شنو بحرف كبير، وأيضا هو اسم علم. هنا الآي أيضا صارت بحرف كبير، لأن الآي هنا وحدها بمعنى الضمير أنا. Egypt أيضا لازم تكون حرف كبير لأن اسم دولة. هنا عندي the river Nile، نهر النيل، هذا اسم نهر، لازم أيضا يكتب بحرف كبير. أو أيضا عندي سبتمبر، سبتمبر هذا اسم شهر، أيضا لازم يكتب بحرف كبير. فهذا بالنسبة إلى قاعدة الحرف الكبير، إيش وقت نستخدمه؟ زين، استخدام النقطة وعلامة الاستفهام والفاصلة العليا. إيش وقت أستخدم النقطة وإيش وقت أستخدم علامة الاستفهام وإيش وقت أستخدم الفاصلة العليا أو الفارزة؟ أولا تستخدم النقطة إذا كانت الجملة مثبتة أو منفية. يعني إذا كانت عندي جملة مثبتة، أنا شلون أعرفها مثبتة؟ الجملة المثبتة تبدي بفاعل، الفاعل شو يكون؟ يكون لو اسم لو ضمير، الضمير مثلا I أو he أو she أو it أو we أو you أو they. مثلا هنا أحمد الاسم، علي، أو مثلا the teacher. يعني إذا بدت الجملة باسم أو ضمير معناها هاي جملة مثبتة، لازم أخلي نهايتها نقطة. مثلا أحمد will travel to Turkey next November. هساي بيش بادية؟ بادية بأحمد، أحمد اسم، معناها بالنهاية لازم شو تصير؟ لازم تصير نقطة، بادية باسم. إذا بدأت بضمير أيضا، مثلا أقول she can't go to مثلا حلة، يعني ما تقدر تروح وين؟ إلى الحلة. فهنا ايش راح أكتب؟ راح أخلي نقطة. ليش؟ لأن بادية بشنو؟ بادية بشي، وهذا ضمير. فهاي الجملة النقطة شو وقت أستخدمها؟ لما يكون الجملة بادية باسم أو ضمير. زين، إيش وقت أستخدم علامة الاستفهام؟ طبعا هنا عندنا الفارزة، هاي الفارزة إيش وقت نستخدمها؟ مرات شايفين من تلقون جملة 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 وبعدين فارزة وبعدين جملة ثانية، أو مرات تلقون تعداد بجمل. فهاي الفارزة شو وقت نستخدمها؟ لما تكون عندنا أداة الربط بالبداية. يعني إذا كان عندنا أداة ربط بالبداية، مثلا if أو as أو while أو مثلا when، إذا ذني صايرات بالبداية، إحنا إيش راح نسوي؟ راح نخلي جملة أولى، بعدين فارزة، بعدين جملة ثانية. لهنا وصلت؟ يعني أنا أخلي جملة أولى أداة ربط، جملة أولى فارزة جملة ثانية، يعني أفصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية باستخدام شنو؟ باستخدام الفاصلة. أستاذ شلون هاي؟ أنا شلون أعرف بداية الجملة الثانية؟ هاي بداية الجملة الثانية شلون أعرفها؟ تكون يا أما اسم أو تكون ضمير فاعل أو تكون فعل مساعد أو تكون أداة سؤال. هاي بداية الجملة الثانية، تكون لو اسم لو ضمير لو تكون فعل مساعد لو تكون أداة سؤال، هاي بداية الجملة الثانية. يعني شلون أعرفها؟ هسه مثلا if you study you will pass the
تيست ماشي. هنا لما جيت هنا الاف صايره بالبدايه يعني اداه تربط بالبدايه، لازم اكو بالنص شنو فارزه تفصل الجمله الاولى عن الجمله الثانيه. انا شلون اعرف بدايه الجمله الثانيه؟ باعوا لي اف يو ستدي يعني اذا درست. هنا لقيت ضمير، فهذا الضمير وراه فعل مساعد، يعني هذا الضمير يعتبر بدايه الجمله الثانيه. فاجي هنا ايش راح انزل؟ انزل هنا كوما، الجمله الاولى تنزل وانزل كوما وانزل الجمله الثانيه، فتصير وين؟ قبل بداية الجملة الثانية. زين هنا مثلا عندي if if you found money what would you do with it. باعوا لي هنا اول شيء لقينا اف بالبدايه، يعني اكو بالنص لازم شكو اكو فاصله. هنا لقينا اداه سؤال صايره بالنص، فهاي اداه السؤال ايش تعتبر؟ بدايه الجمله الثانيه. راح نخلي هنا فارزه ونكمل الجمله للنهايه. بما انه هنا اداه سؤال يعني الجمله سؤال، يعني بالنهايه لازم نخلي علامه استفهام. النقطة الثانية، ايش وقت نستخدم هاي الفاصلة؟ استخدمها عند التعداد، يعني عند من؟ عند التعداد. مثلا اقول علي واحمد ومنى and فاطمة all came to class. ايش خلينا؟ خلينا بين علي واحمد ومنى، ايش خلينا؟ خلينا فوارز، لان هذا تعداد. بس بين الاخير وما قبل الاخير ايش خلينا؟ خلينا اند. اعطيكم مثال ما محلول وخلينا نحله. يعني مثلا لنفرض هسه اجت نهايه، يقول لي مثلا I bought sugar bread milk and juice. هسه انا اجي الاي تنزل البات تنزل، لازم من انزل sugar اخلي وراها شنو فارزه؟ بريد فارزه، ميلك بعدين اند وانزل جوس. فلازم عند التعداد بين هاي العناصر شو تخلي؟ تخلي فوارز بين العناصر عند من؟ عند التعداد. وبعد لما يكون عندي اداه ربط بالبدايه ايش راح استخدم؟ استخدم هاي الفاصله اللي صايره وين؟ اللي صايره تفصل لي أداة الربط، تفصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية. زين بعد ايش عندي؟ عندي استخدام علامة الاستفهام. شو وقت استخدم علامة الاستفهام؟ علامة الاستفهام استخدمها بحالتين. الحالة الأولى لما تكون الجملة بادية بفعل مساعد، شنو هي الأفعال المساعدة؟ الإز، الآم، الار، الواز، الوير، الهاف، الهاز، الهاد، الدو، والداس، والديد، والويل، والكان، والكود، والود. هاي كلها افعال مساعده. اذا لقيتوا الجمله باديه بيهن بالنهايه لازم شنو نخلي؟ علامة استفهام. وإذا لقيت أيضا أداة سؤال مثلا what أو مثلا when أو مثلا why أو مثلا where أو مثلا how أو مثلا who، هاي كلها أدوات سؤال، لازم بالنهاية شو نخلي؟ نخلي علامة استفهام. لهنا وصلت؟ يعني شو وقت تخلون علامة الاستفهام؟
لما يكون عندنا أداة سؤال بالبداية، ولما يكون عندنا فعل مساعد نخلي بالنهاية علامة استفهام. زين، عند الإجابة القصيرة، إذا كان عندنا موضوع إجابة قصيرة، يعني يا أما يس يا أما نو، شو راح نجاوب؟ باعولي، نكتب الجملة الأولى، راح نخلي علامة استفهام، بعدين نكتب اليس بحرف كبير، نخلي وراها فارزة ونكمل. نفس الحالة نكتب الجملة، نخلي فارزة، النو نكتبها بحرف كبير، بعدين ننزل الفارزة. شلون يصير هسه الجواب استاذ؟ أنا أقول لك، يقول لك هذا السؤال: Are you a movie fan? Yes, I am. شو راح اسوي هسه انت؟ هنا عندك الياس، قبل الياس لازم شو تخلي؟ علامة سؤال، صح لو لا؟ قبل الياس علامة سؤال، والياس لازم شو يصير؟ بحرف كبير، ويصير وراها هنا شنو؟ فارزة، وهذا أيضا لازم يصير حرف. هسوي المبدي، هنا بيش بادية؟ بادية بآر، الآر لازم شو يصير؟ حرف كبير، لأن بداية جملة. اليو راح تنزل، والأموبي فان أيضا تنزل. زين، قبل الياس لازم شخلي علامة استفهام، ليش؟ لأن بادي بفعل مساعد، وإذا فعل مساعد يعني لازم شخلي أخلي علامة استفهام، صح لو لا؟ زين، الياس لازم شكتبها؟ أكتبها بحرف كبير، وشخلي هنا أخلي فارزة. الآي لازم تكتب بحرف كبير، وهنا أنزل الآم، فراح يصير يس آي آم. هاي إذا كانت الإجابة شنو؟ الإجابة يس. أقول مثلا عفواً، Do you like fish? No, I don't. الدو لازم شو تصير؟ حرف كبير، اليو تنزل، اللايك تنزل، الفيش تنزل. قبل النو لازم شو اخلي؟ علامة استفهام. النو لازم تكتب بحرف كبير، بداية جملة جديدة يعني جواب. الآي لازم يصير حرف كبير، والدونت تخلي لها هاي الفاصلة مالتها البوت، لأن هو كاتبها بدون شنو؟ بدون فاصلة، وتخلي بالنهاية نقطة. فهاي مهمة جدا تنتبهوا لها، لأنه بداية السؤال لازم يصير بحرف كبير، وهنا نخلي قبلها علامة استفهام، والنو تكتب بحرف كبير وفارزة، وبعدين نكمل، وأيضا نطبق قواعد التنقيط. زين، بقعدنا آخر شيء، آخر ملاحظات، اللي هم ملاحظات الخاصة بمن؟ الخاصة بهاي الفاصلة العليا اللي صايرة فوق. طبعا هنا عندنا موافقة الآخرين بالرأي، نستخدم السو والنيذر. باعولي، إذا لقيتوا السو أو نيذر صايرات بالنص، نخلي نقطة قبلهم. باعولي، نخلي نقطة قبلهم، والسو تكتب بحرف كبير، ونطبق البقية. يعني احنا باليس والنوش خلينا قبلهم، خلينا قبلهم علامة استفهام، بس إذا سو ونيذر شو نخلي قبلهم؟ نخلي قبلهم، باعولي، هسه سو والنيذر شو نسوي؟ راح ننزل الجملة، نخلي نقطة، وننزل سو حرف كبير، أو ننزل النيذر بحرف أيضا حرف كبير، ونكمل الجملة مالتهم. شلون؟ يعني مثلا يقول لك واحد قال، العفو، I love apples. ماشي؟ أنت تريد تجاوب تقول له so am I. ماشي؟ قبل السو لازم أكون نقطة، الآي لازم يصير حرف كبير، اللوف تنزل، الأبلز تنزل، السو لازم قبلها نقطة. ليش؟ لأنه هاي موافقة الآخرين بالرأي، مو سؤال هذا، لأن هاي جملة مثبتة. يعني قبل السو والنيذر نخلي نقطة، قبل الياس والنون نخلي علامة استفهام. هنا السو لازم شكتبه بحرف كبير، الآم تنزل، والآي لازم يصير حرف كبير، فراح يصير سو آم آي. يعني العفو، هنا لازم شنو؟ سو دو آي، سو دو آي. فهنا نفس الحالة، راح أنزل سو دو آي وسو آم آي. إذا كان عندنا هنا إز وآم يصير سو آم آي، بس بينما عندنا اللوف هذا فعل رئيسي،
فراح يصير عندنا سودو اي، وهنا ايضا عندنا سودو اي. فاللي خليناه شنو، هنا لازم شو يصير، لازم يصير نقطه. ناخذ مثلا على سو ام اي او نيذر ام اي، مثلا اي ام نوت هابي، ايش راح يقول؟ راح يقول نيذر ام اي. فالاي لازم تكتب بحرف كبير، اي ام نوت هابي، لازم قبلها شنو؟ قبلها نقطة. والنيذر تكتب بشنو؟ بحرف كبير، هنا هي لازم تكتب بحرف صغير، يعني هيش تكتب نيذر ام، والاي لازم تكتب بحرف كبير، لانه الاي وين ما وجدت تكتب بحرف كبير، وهنا تخلي بالنهاية نقطة نيذر ام اي. هذا الفرق بين نيذر وستر. زين، هنا عندكم بالنسبة إلى هاي الفاصلة العليا راح يعطيكم هيجي I am، أنت شو تخلو لها؟ تخلوها هاي الفارزة، يعني إذا أعطاك هيجي باو علي، هنا هاي الفواصل هي شنو أصلها الكلمة؟ أصلها I am صح؟ المختصر مالتها I am هيجي am، بس لازم أكو شنو هنا؟ مو حذفت الأي هسه أنت؟ لازم تخلي بمكانها هاي فاصلة اللي فوق، هو ينطيك اياها هيك بدون فاصلة بالامتحان، انت لازم ايش تكتب؟ تكتب الفاصلة. صار معلوم؟ نفس الحالة ويا من؟ ويا الشي اس، هي هيك بالاصل، راح يحذف الاي فش تصير؟ شيز، بس يعطيك اياها بدون فاصلة، انت لازم ايش تخلي؟ تخلي هاي الكامة المكتوبة اللي فوق. نفس الحالة ويا البقية، هنا مثلا it is اختصارها it's، ال he has اختصارها he's، ال she has اختصارها she's، فاحنا بين قبل ال s شو نخلي؟ نخلي فاصلة. نفس الحالة اختصار ال r، شفتوا اختصار ال r؟ اختصار ال r هو r e فقط، ونخلي فوقها كومة. اختصار ال r هنا نفس الحالة، نخلي فوقها كومة. اختصار ال would بس d، ونخلي فوقها كومة. اختصار الدي، اختصار الود نفس الحالة شنو؟ بس دي. والهات ايضا اختصارها بس دي، وش نخلي فوقها؟ نخلي فوقها كوم. زين، هنا الاي ويل شنو اختصارها؟ نفس الحالة اختصارها بس دبل ال، نخلي بمكانها كوم. اليو ويل اختصارها شنو؟ اليو تنزل مثل ما هي، والويل قلنا شنو اختصارها؟ دبل ال، ونخلي فوقهم كوم. الهاف شنو اختصارها؟ بس في اي، يعني ال H A تحذفها وتخلي V E، وتخلي فوقها شنو؟ كوم. زين، عندنا أيضا اختصارات ويا النفي، عندنا اختصارات ويا النفي. فال is not شو تصير؟ تصير isn't. هنا الاختصار إذا كان ويا النفي، هي مو كانت is not هيك كاملة، سواها هو؟ سواها isn't، ايش حذف؟ حذف ال O، وش خلى بمكانه؟ كوم. نفس الحالة ويا ال are not، باعولي الار ما عليها ما تتاثر، بس ايش خلى؟ خلى هيك نوت، ايش حذف؟ حذف الاو، وايش راح نخلي هنا؟ يعني باختصار هاي النوت لما نختصرها شلون نختصرها؟ ان تي، وش نخلي؟ نخليكم، وهذا اللي قبلها ينزل مثل ما هو، سواء كان از او ام او ار. نفس الحاله مثلا ويا داز نوت، ايش راح تصير؟ داز انت، خلي كومو، وش نحذف؟ نحذف الاو. وهاي ترهم ويا من ايضا؟ ويا البقية كلهن. الكود نوت مثلا صارت كودنت، الود نوت صارت ودنت، كان نوت صارت كانت، الويل نوت صارت وونت، الهاز نوت صارت هازنت. دا تلاحظون بس نحذف الاو نطبق الكلمتين، نحذف الاو نطبق الكلمتين. الدز نوت نفس الحالة، نحذف الاو ونطبق الكلمتين، يعني ما بيها اي شيء، هاي كلش بسيطة. نجي هسه الى هاي الامثله الوزاريه اللي قدامكم. يقول طبعا هنا لازم نكتب Monday، زين هنا يقول my favorite TV show is on Monday. اول شيء الماي لازم تكتب بحرف كبير، ليش؟ لانه بدايه جمله. زين، هنا ايضا عندنا Monday لازم شو يكتب بحرف كبير؟ لان يوم من ايام الاسبوع. هاي جمله مثبته، ايش خلينا بالنهايه؟ خلينا بالنهاية نقطة. زين، الوات أداة سؤال، ماشي؟
What did you do, علي؟ شوفوا لي هنا. هنا عندنا جملة أولى وجملة ثانية. باعوا لي هاي انتبهوا لها زين. هاي جملة أولى. وهنا فراغ وهنا جملة ثانية. الجملة الأولى سؤال. مش خلينا بالنهاية علامة استفهام. الجملة الثانية جواب. مش خلينا بالنهاية. خلينا بالنهاية نقطة. الوات بداية جملة لازم يصير حرف كبير. وعلي اسم علم لازم يصير حرف كبير. علامة الاستفهام تعتبر نهاية جملة أولى. فالآي صارت بحرف كبير. لأنه هي همين آي وهم بداية جملة. ليفربول اسم مدينة. أو حتى إذا اسم نادي هو يعتبر اسم مخصص. فلازم يصير بحرف كبير. وهنا نخلي بالنهاية نقطة. إف جاية بالنص. معناها لازم أكو بالنص شنو؟ لازم أكو بالنص نخلي فارزة. لأنه الإف وين جاية؟ جاية بالنص. وين خليناها؟ خليناها قبل الوات. لأنه الوات تعتبر بداية الجملة الجديدة. الإف صارت بحرف كبير وأحمد صار بحرف كبير. وبالنهاية خلينا علامة استفهام. لأنه هنا عدنا وات. وهذولا بقية الأمثلة الوزارية اللي قدامكم. هاي كلها أمثلة وزارية تقدرون تأخذون السكرين شوت وأيضا موجودة بالملزمة. تقدرون تقرون عليها وتراجعون الملاحظات اللي أخذناها. أتمنى تكون استفادتوا من هذا الفيديو وصارت عندكم الخمس درجات مال التنقيط مضمونة. شكرا للمشاهدة، نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.